الفاتحة لحضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح المرحوم المغفور له بإذن الله تعالى فضيلة القارئ الشيخ محمد القنطاوي رحمة الله تعالى عليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أشرف الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول ربنا تبارك وتعالى في حقه وإنك لعلى خلق عظيم. صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الجمع الطيب الكريم، حياكم الله بالسلام وطبتم وطاب ممشاكم وتقبل الله عزاءكم جميعا في هذه الليلة القرآنية المباركة التي نكرم فيه الراحل الكريم والمربي الفاضل علم من أعلام دولة التلاوة فضيلة القارئ الشيخ محمد الطنطاوي. أسأل ربي أن يسكنه مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى في الجنة. نبدأ هذا اللقاء بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ مكرم مكي أبو غابة القارئ بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. بسم الله
ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج
يخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك يوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله.